عسلامة إيه اللي؟ عسلامة. عسلامة. اسمي؟ زهرة. اسمي زهرتون. زاش مع زهرتون؟ تشجي. تواردت، الله يبارك، مش مني تواردت. ويلي كان ويلي كان مش يدفع. لكن اوه اسمع مقر ثورة ولكن اشكيت مخا الو كم تكا الو كم تكا سقسياتي دفض كم تكا سقسياتي دفض ذا شو يدفك خمسة الحوايج يتيلي ذو خام اقضي منزي هنيد كان هنيد كان استنى شي قتيل من خام قديم من زي او نو يا مدرستي يا مدرستي ما احلاك يا مدرستي اقضي فيك كل الوقت مع إخواني مع أصحابي بين الدرس والألعاب يا مدرستي يا مدرستي شكرا صحيتي شكرا كان يريد شو خمسة الحوايج جيتيني لكخام أقليم أجرزيم ثقافشت زيد أنا زيد ثقافشت أو نو سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم خمسة الحوايج تسيلين داخل بخام ننزي أقشوال أقشوال إيه أغرفل إيه اسمي سكنة أو نو أسيدي فافو غاني أروح أسيدي فافو غاني هاي واحد يقفهم حس هس لا زايد الصحراء لكن غدي في يخفيس الفجر شوف الله ما تذكرت قزورانيس قيم نمي ونواس أي شوال ورويس على لا 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 على لا لا على لا 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 على لا لا شكرا سورايا بوسك النونو صحيح خمسة الحوايج يكتيلين وخانا قديم من زيه زيه الطاوت ايه اشو النظام اشو النظام اشو النظام ايه ايفوك او نو سورة المسد سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصنع نارا ذات لهب وامرته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم صدق الله العظيم تصفيقة شكرا خمسة الحوايج سوالد كخام يقضي من نزيه ياك القبائل إيدين هذا شوذ خمسة روح كان تجازين سين او نو عزيزي بابو غانيم اي حديق فهم حساس لا زيدي الصحراء
أشهد الزفير فيش البزيع شوف لا تسكت كزورانيش يقيم المذي والنواس يمشى والعويس. شكرا صحيت أستقسي أديقة إيد فكذ خمسة الحوايج تسيلين تدقخان أقدم من القبيل خمسة الحوايج تسيلين تدقخان أقدم من القبيل أفخار أفخار تقبشت تقبشت أرنود أكركا يفوق الوقت نواره أو نو. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. صدق الله. إيه إيد فكذ خمسة الحوايج تسيلين دخان أقديم ها هكا ها هكا ولاش ميليسا أخان أقديم أشوك وسام الحوال ذا أو نو سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة والناس صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا صفقوا لها هيد فكرة خمسة الحوايج يكسيلين كخام أقديم هكا ثقبشت ثقبشت ثقبوشت ثقبوشت ثقل الزين ثقل الزين مازال سناس غيوة سناس أكركار أكوز أبيتزا تقديمت خاطئ خاطئ هكا أنا كنت زاربي و إلى جويا هنا ياك تزاربيت تزاربيت تاكل الزين ثقافاشت أكركار ثقبوشت ثقبوشت إجابة والإجابة صحة صحة هيد فكذ خمسة الحوايج يتسيلين كخامة قديم نزي هيا تعريشت تعريشت او لا 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 يقرموث يقرموث اديني اقلاف ايه تطابيج ايه افخار لكن شنو وإجابة خا صحيحة أي فكرة خمسة الحوايج يتسيلين بكخان أقديم من القبيل أسطى أسطى شو النظام؟ أغربال أغربال أفرنوس أفرنوس ثلاثة أقرداش أقرداش أفخر أفخر ملانا مثيد
اش مساكي استقبالي تعصف او لا لا ان بون ديالك تاع الله يبارك ايد فيك خمسه الحوايج تيلين دك خامن اقديما انزيك ايد فيك خمسه الحوايج تيلين ذي وخام اقديم انزيك اجرثيل اجرثيل تيفو قالي اشبيلي هكا مكوري في تونا كي ديال منزي خير ميس تاقشوالت افخار اشدني ذاك عاود ازند كان اي ارثيل ايه اشبيلي افخار ايه تاقشوالت ايه أفاجين وأثري في صحن صحته جميلة أعطيكم الصحة شو يقيض بالنا نسلينا يا رامي الجاز مرحبا يا سويا